يعني كل ما بعيش الحالة انتوا بتفصلوه. بتكره اللبس المفتوح وسابت المحاماة علشان التمثيل. اترفضت من معهد الفنون المسرحية مرتين. لا يخص عليكي. وكانت بتحلم تبقى مضيف الطيران. كانت وش السعد على عادل إمام وياسمين عبد العزيز، أستاذة في تقليد الفنانين، وبسبب الاكتئاب بتفكر في الاعتزال. الفنانة دي يا سيدي تبقى إيمان السيد، اللي كل ما نشوف وشها على الشاشة على طول بنلاقي نفسنا بنضحك من خفة دمها، خصوصا بأدوارها الكوميدية اللي متعتنا بيها. لكن ورا الضحكة دي بقى حكاية كلها كفاح وتضحيات علشان تبقى من أهم نجمات الكوميديا في مصر. اتولدت الفنانة إيمان السيد في القاهرة سنة 1980. من وهي صغيرة كانت بتحب الفن، لكن موهبتها دي ظهرت لما كبرت ودخلت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن هناك بقى مارست هوايتها على مسرح جامعة عين شمس، ووقتها خطفت الأنظار ليها. وعشان كانت غول تمثيل رغم إنها لسه في بدايتها، أخدت أفضل ممثلة على مستوى الجامعات لدورها في مسرحية سكة السلامة سنة 2001. ووقتها إيمان حست إن الفن هو ده المستقبل بتاعها، ولازم تنمي موهبتها، خصوصا بعد ما أخدت شهادات استثمار ب 180 جنيه، وده كان أول أجر ليها من شغل في الفن. علشان كده راحت استوديو مركز الإبداع علشان تتعلم على إيد جواهرج النجوم اللي اكتشفها ودعمها، المخرج خالد جلال. لكن ما اكتفتش بالورشة دي وخلاص، دي راحت قدمت ورقة في معهد الفنون المسرحية، إلا إن المسؤولين هناك رفضوها بسبب شكلها. وفي أحد اللقاءات كشفت عن حلمها إن هي تبقى مضيف الطيران. كان نفسي وأنا صغيرة أطلع مضيفة، لكن بسبب المواصفات الجمالية ما كانش ليها نصيب، وده كان تاني تحدي قابلها. ساعتها قررت تشتغل في مهنة المحاماة، لكن لما فكرت لقت نفسها هتتردد على الإقسام كتير، فقالت إنها مش وش إقسام، ده غير إنها هتحتك بمجرمين، فأخدتها من قصرها كده وقررت تركز في الفن. وبعدها راحت تقدم مرة تانية في معهد الفنون المسرحية، إلا إن برضو اترفضت. ورغم كده فضلت مصرة على تحقيق حلمها، لحد ما في يوم كلمها المخرج خالد جلال ورشحها في مسرحية. ومن بعدها جالها عروض تقلد فيها شخصيات كتير، وكانت الانطلاقة الفعلية ليها على قناة موجا كوميدي بعد تقليدها لشخصيات زي هالة سرحان ومنى الشاذلي وحمدية حمدي. ولما اتعرفت أكتر بقى المنتجين يرشحوها في أدوار صغيرة في المسلسلات، ولفتت انتباه الجمهور بخفة دمها، وده أهلها الأدوار أكبر في السينما، وبدأت تظهر في دور السنيدة للبطل أو البطلة بسبب خفة دمها الطبيعية وغير المصطنعة وشخصيتها التلقائية. زمان قالولي وأنا صغيرة ما اتولدت كنت بضحك. اشتركت في مسلسل بيت العيلة مع هالة فاخر، وفيلم جيران السعد مع سامح حسين، ووقتها الأعمال دي نجحت وحققت نسب مشاهدة كويسة. كان يحت نزل الشرايط في السوق باسم عمر وسلمى والعيال يشتروا بقى واعمل رنات. وده اللي خلى الفنان عادل إمام بنفسه يرشحها معاه في فيلم زهايمر. لكن إيمان السيد قدرت تحقق نجاح حقيقي من مشاركتها مع ياسمين عبد العزيز بعد ما عملوا ثنائي كسروا بيه الدنيا. ايه مواصفات فتاة أحلام. وده من خلال شغلهم في كتير من الأعمال الفنية اللي حققت نجاح كبير، من بينهم الدادة دودي والتلاتة يشتغلونها، وآخرهم مسلسل ضرب نار سنة 2023. ورغم نجاحها إلا إنها بتفكر تعتزل بسبب اكتئابها من قلة عروض الشغل عليها. الفنانة إيمان السيد بتعتمد على اللبس البسيط المحتشم، فصرحت قبل كده في لقاء ليها إنها مش بتحب اللبس المفتوح. وعن آخر أعمالها كان مسلسل إسعاف يونس وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي. وأخيراً يا ترى ايه هو اكتر عمل بتحبوه للكوميديانة ايمان السيد؟